جاي لوحدك ولا خدت الاذن من ابوك؟ حط نفسك مكان يا ماما. يعني انت شايفه اللي انا عرفته ده كان سهل؟ تفتكري اي حد ممكن يعدي اللي حصل ده كان مفيش اي حاجه حصلته؟ خلاص حقك عليا يا ابني، حقكوا عليا كلكم. انا استاهل كل اللي يجرالي. كنت عايزاكوا تبقوا مبسوطين، كنت عايزه اكبرك في عين نفسك وعين مراتك، كنت عايزه اعمل منكوا بني ادمين محدش في الدنيا يدوسلكوا على طرف. هدى لازم تدخل المصحه، الدكتور حسين قال كده ممكن يكون في خطر لو الموضوع ده اتاخر اكتر من كده، وهي مش عايزه تسمع حد. عندك فوق لالا، حاول معاه. انا ماليش دعوه بحد. يا ماما يا ماما. ايه مش انا لما بتدخل بعوق الدنيا؟ محرمتوش ولا ايه؟ روحوا لابوكوا يمكن ينجح معاكوا بعد انا ما فشلت. يا ماما ارجوكي ارجوكي يا ماما. عايز ايه يا ايهاب؟ انا عايزك تترمي في حضني وتعيطي عشان انت عايزه تترمي في حضني وتعيطي. طب قوم من هنا بقى، قوم من هنا. خلاص خلاص معلش انا اسف، سامحيني، انا ما قدرتش اللي انت عملتيه علشاني. ممكن احضنك؟ حقك عليا يا ماما. انا عارفه انت حاسس بايه، عارفه ازاي يبقى الانسان عايش موهوم فجاه يكتشف انه هو حمار وانه خسر كل حاجه. ده احساسي انا بالظبط. لا يا ماما، موضوع الطلاق ده هبل. بس دي لحظه غضب، رشا عمرها ما هتتجوزه، وبعدين انا سايبه يقول ويعمل اللي هو عايزه، لان انا عارف ان ساعه الجد مفيش اي حاجه هتحصل. انا مالي انا تجوزه ولا ما تتجوزوش؟ ده راجل خلاص غريب عني. انا قررت من هنا ورايح ان انا هعيش لنفسي وبس، زي ما هو كان عامل طول عمره. انت عارف الاجازه دي كان لازم تحصل من زمان قوي عشان اعرف حاجات كتير، لكن معلش كل حاجه بوقتها برضه. تحيي النيابه بتاع هدى بعد بكره يا ماما. عندي جمعيه لازم احضرها، روح انت معاها.